هذه إذن مشاهد أولية الآن من العاصمة اللبنانية بيروت للغارة العنيفة التي استهدفت مجمع خاتم الأنبياء في النويري ببيروت. إذن نحن نتابع معكم هذه الصور الآن الأولية، وتظهر حجم هذه الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع خاتم الأنبياء في النويري ببيروت. هذه إذن مشاهد، وكان قد نقل مراسل الحدث من العاصمة بيروت عن غارة عنيفة بالفعل استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، ليكون هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد لمجمع خاتم الأنبياء في النويري بالعاصمة بيروت. إذن نتحدث عن صور أولية للغارة الإسرائيلية على النويري.